بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. انعقاد المؤتمر العلمي الثالث لمركز حضرموت الدراسات التاريخية لاستعراض وتوثيق تاريخ حضرموت. تدشين المرحلة الثانية من خطة تأهيل وتطوير القطاع الأمني بساحل حضرموت بالشحر. السلطة المحلية بمديرية الجيش الشرقية تنظم حفل تأبين المدير العام السابق عبد الله التميمي. أهلا بكم. حضر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني صباح اليوم بالمكلا فعاليات المؤتمر العلمي الثالث الذي ينظمه مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر سنويا، وخصص هذا العام لاستعراض أوراق عمل حول تاريخ حضرموت والمؤرخون الحضارمة في القرنين 11 و12 الهجريين و17 و18 الميلاديين. واشتملت جلسات أعمال المؤتمر على أوراق علمية لتكاترة ومثقفين وباحثين من جامعتي حضرموت وعدن والمراكز العلمية في حضرموت، ركزت على سيرة حضرموت والوثائق العلمية والتاريخية وأبرز علماء تلك الحقبة وأثرهم الدعوي والاجتماعي. وأكد محافظ حضرموت في كلمة له أهمية عقد هذا المؤتمر العلمي الذي يعرج على مرحلة مهمة في تاريخ حضرموت ويعرف الأجيال بتاريخها وإرثها الحضاري. ووجه محافظ حضرموت مكتبي الثقافة والإعلام بالاهتمام بمثل هذه المؤتمرات والندوات وإبرازها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة لتصل لعامة الناس، مشيدا بجهود إدارة المركز وداعميه ومؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهذا العمل الكبير ومواكبة فعالياته وتقديم الدعم اللازم لإنجاح مناشط وأهداف المركز. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بساحل حضرموت في حفظ الموروث والآثار وإعادة مقتنيات متحف المكلا وترميم بعض أجزاء قصر السلطان القعيطي بالمكلا. واستمع محافظ حضرموت إلى شرح مفصل من مدير عام فرع الهيئة رياض باكرموم حول مستوى الإنجاز الذي تم في عمليات ترميم بعض الأجزاء في متحف المكلا والقصر وحسن الغويزي وجلب بعض المقتنيات الأثرية من المواقع الأثرية بالمديريات التي تم سلبها مؤخرا وإعادة عرضها بالمتحف. وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل إعادة الوهج لمتحف المكلا الذي يعد أحد المعالم التاريخية المهمة لحضرموت. ووجه المحافظ بسرعة إعداد دراسة لإعادة ترميم متحف المكلا بشكل كامل، كما وجه بسرعة إنجاز دراسة لإعادة ترميم الواجهة الشرقية لقصر السلطان القعيطي بالمكلا والبدء بتنفيذ المشروع بصورة سريعة، وذلك في سياق دراسة شاملة لتنفيذ إعادة الترميم الشامل للقصر التاريخي بعد سنوات طويلة طالته من الإهمال. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني صباح اليوم بالمكلا مركز جامعة حضرموت لطب الأسرة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة والجامعة والشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة ومؤسسة العون للتنمية ومنظمة حضرموت الصحية وبإشراف مكتب الصحة بساحل حضرموت. وطاف محافظ حضرموت يرافقه رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد خنبش بعيادات وأقسام المركز التخصصية والصيدلية الخارجية ورفدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، مستمعة من مدير المركز الدكتور عفاف الشاذلي إلى شرح حول سير العمل والتجهيزات والتحديثات التي أدخلت للمركز. وأكد محافظ حضرموت أن المركز يعد من المراكز النموذجية على مستوى حضرموت ويجب أن تعمم تجربته على مستوى مراكز المحافظة. ويقدم المركز شريحة واسعة من السكان بمنطقة فوة ومدينة المكلا بشكل عام، حيث يقدم خدماته لجميع أفراد الأسرة في مجال الرعاية الأولية الشاملة والوقاية من الأمراض ونشر الوعي وإنشاء قاعدة بيانات حديثة للمرضى. وسيتم استحداث العمل خلال الفترة المسائية إضافة إلى الفترة الصباحية.
كما تفقد المحافظ سير العمل في توسعة مسجد القدس التابع للجامعة، ووجه بمواصلة العمل في المشروع وسرعة إنجازه. دشن مدير أمن ساحلي حضرموت العميد منير التميمي المرحلة الثانية من خطة تأهيل وتطوير القطاع الأمني بمديرية الشحر والممول من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة. وتتكون مشاريع المرحلة الثانية من 6 مراكز أمنية وشرطة السير، بالإضافة إلى استحداث إدارة الدفاع المدني. وفي التدشين قال العميد التميمي أن هذه المرحلة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى والتي ستعقبها مراحل أخرى لتطوير المنظومة الأمنية، الأمر الذي سيسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. من جانبه أكد نائب ممثل وزارة الداخلية الإماراتية المقدم أحمد البلوشي وقوف دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحضرموت وتطوير أجهزتها الأمنية والعسكرية والمدنية. وقال المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق أن المديرية أصبح لديها إدارة دفاع مدني مجهزة بكامل التجهيزات وقادرة على أداء عملها على أكمل وجه، إضافة إلى الإدارات والأقسام الأخرى المهمة في تأمين المواطنين والحفاظ على السكينة العامة. تم اليوم التدشين في مديرية الشحر كمرحلة ثانية استكمالا للمرحلة الأولى وتعقبها مراحل أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. من خلال هذه المرحلة وهذا التدشين سوف نرى في هذه المديرية انتشار كثيف لقوات الأمن نظرا لدعمها مواكبة مع تأهيل هذه المباني بآليات وأسلحة ومعدات تستطيع من خلال هذه القوة أن تمارس مهامها أفضل من السابق. بداية اليوم نعلن عن افتتاح وتدشين المرحلة الثانية والذي تتكون من 6 مراكز شرطية، بالإضافة إلى استحداث إدارة السير والدفاع المدني، وهي على استعداد تام لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بعد أن تم تجهيزها من جميع النواحي. والمرحلة الثانية تعتبر مكملة لمشروع تفعيل مراكز الشرطة في ساحل حضرموت. بحثت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مع مدير منشآت الشركة اليمنية للغاز بحضرموت المهندس نضال بن هامل زيادة كميات الغاز لمديريات الوادي لمجابهة الطلب المرتفع للغاز المنزلية. في ظل ازدياد الاحتياج بسبب التوسع العمراني ونزوح أعداد كبيرة من اليمنيين، وناقش اللقاء آلية إنشاء محطة منشأة خاصة للشركة اليمنية للغاز بوادي حضرموت كحل استراتيجي مستقبلي. وحددت سلطة الوادي أرض مستوعبة للمواصفات الفنية المطلوبة لإنشاء منشأة الغاز، داعية شركة الغاز اليمنية إلى اعتماد المشروع. إلى جانب هذا أكد مدير منشأة الشركة اليمنية للغاز بحضرموت المهندس نضال سالم بن هامل على بذل مزيد من الجهود لزيادة حصة المحافظة من كميات الغاز الواصلة من شركة صافر، مشيرا إلى أن قيادة شركة صافر ستعمل على رفع حصة مديريات الوادي والصحراء في الأيام القادمة. التقى مدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العبثاني اليوم بمدير الشرطة السياحية وحماية الآثار بالوادي والصحراء العقيد أحمد التميمي لمناقشة نشاط الشرطة السياحية في عملية الرقابة وضبط المخالفين والمطلوبين أمنياً. وخلال اللقاء استمع العميد العبثاني من مدير الشرطة السياحية حول آلية العمل والمهام التي تنفذه الشرطة السياحية في رفع التقارير حول النزلاء الوافدين للأجهزة الأمنية، وأبرز المتطلبات والاحتياجات التي تساعد في رفع قدرات وإمكانيات نشاط الشرطة السياحية، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على المناطق السياحية ورفع التقارير أول بأول عن الحالة الأمنية إلى عمليات إدارة الأمن بالوادي، مؤكدا أن إدارة الأمن والشرطة ستعمل على تذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات لتطوير عمل الرقابة على الفنادق وحماية الآثار. رأس مدير عام مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل اجتماعا طارئا لرؤساء الأحياء والمسؤولين الأمنيين باللجان المجتمعية لشرق المدينة. وقال بن هامل أن هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات محافظ حضرموت من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية بالأحياء والوحدات السكنية سعيا نحو تطوير الجانب الأمني
والعمل على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية بالأحياء والوحدات السكنية، مشير إلى أن هناك آليات جديدة سيتم العمل بها في الجانب الأمني بالأحياء. وخرج الاجتماع بعد نقاشات مستفيضة بعدة نقاط، من بينها تفعيل دوريات الشرطة داخل الأحياء السكنية. يشهد ميناء المكلا حركة ملاحية نشطة، حيث ترسو في الرصيف الأول باخرة الحاويات كليمنتينا إف، وفي الرصيف الثاني باخرة الحاويات موزا، وكما تتواجد 12 سفينة خشبية تفرق بضائع متنوعة في أرصفة الميناء. وفي الرصيف العائم البوية تفرغ ناقلة الديزل بترو يتلك حمولتها المكونة من 19,098 طن متري من الديزل، وتتواجد في منطقة الانتظار مخطاف 6 ناقلات ديزل وبترول ومازوت، فيما يتوقع خلال 24 ساعة المقبلة وصول باخرة الحديث تيلا دي ماري والتي على متنها 4,308 طن من الحديد. تمكنت قوات خفر السواحل يوم أمس من إنقاذ 15 بحارا كانوا على متن عبري انقلب في حوض ميناء المكلا. وأفاد مصدر أمني أن قوة من فرقة الأخلاء والإنقاذ تحركت وقامت بإنقاذ 15 بحارا كانوا على متن قارب يحمل اسم الشرق، واستطاعت قوات خفر السواحل من إنقاذ جميع الطاقم الذين كانوا على متن العبري دون أي أضرار بشرية. وأوضح المصدر أنه لا توجد أسباب رئيسية لانقلاب العبري. أوضح مصدر خاص لقناة المكلا عن تعرض شخصين من أمام مديرية قصيعر للسعة قناديل البحر. وأضاف المصدر بأن المصابين ما بين شاب يبلغ من العمر 18 والآخر طفل في الرابعة من عمره، وقال أن المصابين تم نقلهم إلى المركز الصحي بمديرية قصيعر لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مؤكدا بأنهما بحالة جيدة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية. نظمت السلطة المحلية بمديرية الديسة الشرقية حفل تأبين للفقيد الأستاذ عبد الله علي التميمي المدير العام السابق لمديرية الديسة الشرقية وأخصائي التطوير المؤسسي لجمعية شباب الديسة الشرقية برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وأشادت السلطة المحلية بمديرية الديسة الشرقية في كلمة لها بالمناسبة بمناقب الفقيد عبد الله التميمي وإسهاماته ونشاطاته في المجالات التطوعية والتنموية في المديرية، وكذا دوره البارز وحضوره وتفاعله مع المجتمع، مشيرة إلى أن الفقيد كان من الشباب النشطين في الجانب التطوعي حيث قدم خدمات جليلة في تأهيل وتدريب الشباب. كما ألقيت العديد من الكلمات من أسرة الفقيد وزملائه التي استعرضت بصمات الفقيد التميمي في المجال الاجتماعي والتطوعي. هذا وتخلل الحفل عرض بروج أخطر عن أعمال وإنجازات الفقيد عبد الله علي التميمي خلال فترة توليه مديرا عاما للمديرية ورئيسا لجمعية شباب الديس. نفذت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك مديرية الشحر خلال عام 2018 238 نزول ميداني، وضبط خلاله أكثر من 740 صنفا غذائيا منتهي الصلاحية، منها 350 كيلو جرام ألبان فاسدة و 5226 كيلو جرام من مادة الأرز الفاسدة، وما يقارب 11738 كيلو جرام مواد غذائية صلبة متنوعة، وما يزيد عن 3237 لتر من الزيوت والمشروبات المعلبة والسوائل المختلفة. وأوضح رئيس لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بالشحر الأستاذ مصبح العبد البحسني بأن المختصين في اللجنة قاموا بتفتيش المنشآت الغذائية بما فيها المطاعم والمطابخ والبوفيهات وكذا محلات بيع المواد الغذائية وصيدليات توزيع الأدوية بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة. اختتم بمدينة سيئون اليوم الدورة التدريبية في مجال صناعة البخور والعطور، نظمتها مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية. وهدفت الدورة إلى إكساب 25 امرأة وفتاة من سيئون وتريم والقطن على مدى 10 أيام مهارات طرق صناعة وإعداد البخور وكيفية خلط العطور بأقل التكاليف والتعرف على أنواع البخور المختلفة وكيفية إقامة المشاريع الصغيرة والتعريف بعملية التسويق والمنتجات التي يتم صناعتها
لتمكين المستهدفات اقتصاديا وماديا في تحسين مستوى حياتهم الاجتماعية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انعقاد المؤتمر العلمي الثالث لمركز حضرموت للدراسات التاريخية لاستعراض وتوثيق تاريخ حضرموت. تدشين المرحلة الثانية من خطة تأهيل وتطوير القطاع الأمني لساحل حضرموت بالشحر. السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية تنظم حفل تأبين المدير العام السابق عبد الله التميمي. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.